الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى الله خير ما يشركون ويقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فأنا أحمد الله لكم جزاكم الله خيرا أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تعاونوا معي أو الذين يتعاونوا معي فجزاكم الله خيرا أسأل الله يجعلني وإياكم من الذين كما قال إمام ابن القيم رحمه الله من الذين إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا فهذا عنوان السعادة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإخوتي في الله كنت إماما في مسجد السلام بأرجنتوي بضواحي باريس كنت أدعو إلى هذه الأمور الثلاثة أدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأحذر من الشرك وأدعو إلى السنة النبوية وأحذر من الابتداع في الدين من البدعة وأدعو إلى طاعة الله وطاعة الرسول وأحذر من معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ويعص الرسول فلا يضر الله شيئا لا يضر إلا نفسه كنت إماما في مسجد السلام لمدة 3 سنوات أدعو إلى هذه الأمور فذات يوم بعد صلاة الظهر اتصلوا بي من الدار قال لك عليك أن تذهب إلى الشرطة إلى مركز الشرطة مكان المنطقة التي أسكن فيها مكان الذي أسكن فيه فذهبت إلى الشرطة بصحبة أخ أحد الإخوة ذهبني إلى هناك إلى مركز الشرطة استقبلني الشرطية مرأة قالت ورقة الإقامة كارت السجور أعطيت ورقة الإقامة طلبت مني جواز السفر باسبور كنت أسكن قريب من مركز الشرطة كوميسارية ذهبت إلى البيت أتيت بجواز السفر ثم قالت تقرأ هذه الورقة قرأت ورقة قالت أنت عليك أن تذهب إلى لوزير لوزير يعني مدينة أو ليس مدينة وأنا مقاطعة من مقاطعات فرنسا كإيل فرانس لوزير مدينة في لوزير هذه مدينة تبعد 600 كيلومتر من باريس من مكان الذي أسكن فيه باريس قال لأنك في إقامة جبرية عليك إقامة جبرية في هذا المكان قل لماذا؟ قال أنت ضد اليهود ضد الأمريكيين في فرنسا قل أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على هذا الكلام؟ قال لا 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 أريد أن أتكلم لا أريد أن أبين لك الوزير يريد منك أن تذهب إلى الوزير تبقى في إقامة جبرية تبقى في بيتك شهرين لأن الوزير يبعث لك العنوان عنوان مكان الذي تسكن فيه في هذه المدينة فأنا بانتظار هذه الورقة ذات يوم يدخل 20 شرطي إلى بيتي الصباح مع الساعة 6 الصباح يدخل هكذا شوف هكذا ومتقلق كلهم متقلقون ترى القلق والخوف في وجوههم قلت ماذا قال كذا أنت لم تحترم يعني هذه الورقة هذا القانون ذهاب إلى الإقامة مكان الإقامة الجبرية يعني قلت أنا أنتظر الورقة أنتم لم الوزير لم يبعث البريفكتور الوالي لم يبعث للسوف كوندويل عنوان المكان الذي يجب أن أقيم فيه الإقامة الجبرية
رغم ذلك شفت أولاد خوفي وجوه أولادي وبنتي تبكي صغيرة عمرها 3 سنوات هكذا، قلت أنا الرجل هذا طيب أنا سأتي معكم. رغم ذلك هم يدخلوا في غرفة الأولاد، غرفة النوم للأولاد، بنت صغيرة تبكي أبي 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 أبي، وأنا خرجوني هكذا بالحديد في اليد، أخرج أرى 20 25، أكثر من 25 سيارة، شرطة في كل سيارة، 5 من الشرطة هكذا ضد رجل واحد لا إله إلا الله. مهم أخذوني، ثم بعد ذلك أبقى في مكان صغير، وضعوني في غرفة صغيرة، ثم حكموا علي بشهرين لعدم الاحترام هذا القانون، رغم أنهم أخطأوا، أن الوالي نسي أن يبعث لي هذه الورقة السوف كوندوي، وضعوني في سجن في شهرين مع المجرمين، والله مع المجرمين، وأنا لا أفهم شيء، لا أفهم شيء. ثم بعد ذلك خرجت من السجن، أذهب إلى محطة القطار هكذا، وأطلب بطاقة إلى لوزير، حتى هي ما تعرف لوزير، أين لوزير؟ كأنك تقول أذهب إلى إيل فرانس، لكن لأي مدينة؟ أي مدينة في إيل فرانس؟ هي تقول إلى أي مدينة؟ أنا لا أعرف. حتى ثم بعد ذلك يتحققوا ساعات هكذا، ثم وجدوا يجب أن أذهب إلى مدينة اسمها مانت في لوزير. ذهبنا وصلنا في الليل، في الصباح، لا في المساء، ثم في الصباح يأتي الشرطة هكذا ويأخذنا فندق آخر، وجدوا لي فندق. بقيت يعني في هذا المكان، في هذه القرية، 25 شهر. فلما تبين للناس بأن أني رجل طبيعي، رجل يعني ليس كما يعني يصفون في الإعلام بأن رجل خطير على الأمن الفرنسي، وأنا حتى أنا كنت في فندق، يعني في الفندق مدة 25 ساعة، وكان يعني كل أن الصحافة الفرنسية تدافع عني، وأنا أن الوزير كان يتحرج كل ما يسمع يعني المقالة يعني تجاهها كذا، الصحفي يدافع عنها كذا. أبعدوني من ذلك المكان إلى مدينة أخرى 600 كيلو أبعد من ذلك المكان، من الجنوب إلى الشمال. ثم هناك بقيت سنة واحدة، سنة أخرى في مدينة بونتيفي. تبين للناس بأن رجل طبيعي، قال هذا إنسان وجدناه أنه طبيعي، إما أنه رجل يعني مجرم، أنه رجل خطير يكون في السجن أو يطرد من فرنسا، أو رجل أنه بريء هكذا نتركه، هذا معقول، نتركه يدخل لأهل أولاده. ثم بعد ذلك من هناك بلا سبب حولوني، أتوا بي إلى هذه القرية، في قرية صغيرة ليس فيها شاب، أصغرهم سنا أنا، وأنا عمري الآن في هذا اليوم في 53 سنة، أنا أصغرهم وأنا عمري 53 سنة، كلهم شيوخ عجائز هكذا. وضعوني في هذه القرية ليس فيها الله أعلم إلا بيت مسلم، ورجل كبير هو مشغول مع عياله مع أولادي هكذا، وأنا أعيش في هذه القرية. حتى أنا أحد من الشرطة، مخابرات الشرطة، وكان يعني هو أنا أتكلم معهم واحترموني باحترام هكذا، قال مسيو علي، السيد علي، أنهم أتوا بك إلى هذه القرية لقضية تنسى، بوغ إتر أوبليي، قضية لتدفن لتموت. سبحان الله، هذه فرنسا التي تدعي دولة حقوق الإنسان، رغم أن الوزير أخطأ عليه أن أقبل هذا الخطأ، كل يوم علي أن أذهب إلى الشرطة، إلى الجندرمري، لوقع أقول لهم أنا هنا أثبت حضوري، وليس لي حق خروج من هذه القرية، وليس لو أرى أو أهلي وأولادي مرة في السنة أو أكثر مرتين. سبحان الله، في هذا البلد يعني الذي مجرم، الذي يقتل، الذي يسرق، الذي يفعل أفاعيل الشيطانية، أفاعيل الشيطانية، له خروج في عيد أو في بعض الأيام نهاية الأسبوع قضاء يعني مع أهله أو مع والديه هكذا، ثم يرجع إلى سجنه. أما أنا لا في عيد الكبير، لا ولا في عيد رمضان، ولا في عيدهم، أنهم سمحوا لي أو يسمحون لي أذهب لزيارة أهلي وأولادي، وأنا في هذه الحالة منذ 10 سنوات. فهذا منكر، ظلم، لا ينبغي لأحد أن يقبل هذا الظلم. كل من يسمع يعني هذا الكلام يدعو لي بظهر الغيب، يا دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المسلم لأخي المسلم بظهر الغيب مستجاب. وهؤلاء سبحان الله، إن من المعلوم أن الذي يحكم على الناس أن يكون عالما وصادقا وعادلا، فهؤلاء سبحانه وتعالى لا علم بحالي، ولا صدقوا ولا عدلوا في قضيتي. أنهم حكموا على رجل اسمه علي يشار، أنه
له زوجة وأربع أولاد، زوجته تعيش في تركيا مع أربع من الأولاد، وأنا الحمد لله يعني زوجتي عايش، كنت أعيش معهم يعني مع أهلي وأولادي، أولادي في المدرسة، في المدرسة الفرنسية هكذا. كيف هذا يعني يزعمون بأن الشرطي كان يتبعني، أنا متبوع منذ سنوات هكذا، يراني أسكن في هذا الحي في هذا المكان، ثم أنه لا يريد أن يرى أهل زوجتي ولا يريد أن أهلي أولادي ولا يريد أن، ثم يضع في تقرير الوزير بأن علي يشار مطلق، زوجته مع أربع أولاد يعيشون في تركيا، وأنه لا يرى بين أهلي أولادي، أنا كل صباح هذا قبل هذا أذهب إلى العمل للمسجد كذا، أنا أخذهم إلى المدرسة، لا يريد أن يرى هذا، ثم يقدم هذا التقرير إلى التقرير رابور إلى الوزير، والوزير يأخذ هذا القرار قبل الحاكم، يبعدني من أهلي وأولادي يعني مسافة 600 كيلو متر، ثم أنه من غير تحقيق، من غير استدعاء، من غير تحقيق، من غير أنهم يحققوا هل هذا الخبر صحيح أم غير، قد يكون هذا الرجل الذي فعل هذا الشرطي بسيط أنه مجنون أو أنه ضد المسلمين، كما الكلمة اللي تستعمل ضد الإسلام، إسلام 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 إسلام, إسلام. الكلمة التي تستعمل ضد الإسلام، أنتي مسلمان، إسلاموفوب، إسلاموفوب، إيه هذا قد يكون من هؤلاء يعني سبحان الله. ثم يعني هؤلاء حكموا علي أن أبقى في هذه القرية الصغيرة، ليس لي حق الخروج من هذه القرية، في فندق صغير، في غرفة صغيرة، بل أنا من الناس أتوا لزيارتي لما رأوا هذا المكان، هذا الفندق يعني فندق، قالوا سبحان الله، السجن أفضل من هذا المكان، لأن الذي يسكن في السجن أنه يرى أصدقاءه في الصباح مرة وبعد الظهر مرة، أما أنا ليل ونهار أعيش وحدي، وحيد في هذه القرية، بعيد من أهلي، بعيد من أولادي، بعيد من أحبابي، بعيد من المسلمين، وأنتظر مع فهؤلاء يعني فهؤلاء رغم أنهم يعني حتى أن يعني مرأة فرنسية قالت لي علي فهؤلاء ليس أن كونك أنت أجنبي عراقي لاجئ أنهم يفعلون بك هذا، أن هؤلاء عندهم كبر، إذا أخطأوا حتى في حق المواطنين، حق في حق الفرنسيين، أنهم لا يعترفون بهذا الخطأ، لا يعرفون، لأنهم مستكبرون، فأنا أفوض أمري إلى الله وحده، ثم كل من يسمع الآن هذا الكلام فيدعو لي بظهر الغيب، وأن عليه أن ينكر ولو بشق كلمة هذا المنكر، لا ينبغي المسلم أن يرضى أن يرى مسلما، لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يرضى مسلما يعذب يعني يضطهد في دينه، يفعل به هذا الفعل ثم أنه يسكت ويرضى، قد يكون هذا الذي يفعل به، فهؤلاء قد يفعل بكم هذا الذي يفعلون بي، يعني يفعل بكم هذا الذي فعلوا بي، فعاذكم الله، أسأل الله العلي العظيم أن يعافيني وإياكم، يعجل عليه الفرج ويعجل على كل مسلم، وأدعو كذلك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي من شاء من خلقه يعني بهذا الكلام، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، ويتعاون معي، يتعاون كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.